هو بلينكين فاشل منذ البداية، منذ اليوم الأول، وهو كدبلوماسي يعني ذهب إلى الكيان الصهيوني وقال أنا هنا كيهودي. أنا أكرر هذا وأعرف أنني قلته في الماضي هنا، ولكن يجب أن دائما نذكر أنه هو شريك في هذه المعركة، وهو يعني في القانون الجنائي، في أي قانون جنائي، من يعطي السلاح لمجرم للقيام بجريمة فهو مجرم تماما كنفس إجرام القاتل، وإن لم يستعمل يعني مزود السلاح السلاح نفسه. وبلينكين هو الذي شحن الأسلحة لإسرائيل بدون موافقة الكونغرس الأمريكي، وهو الذي يعني يعطي قوة الدفع للإسرائيليين. ودائما يعني أنا سمعت ما قلته في التقرير عن زيارته وعن المؤتمر الصحفي، ولكن بنفس الوقت هو لو نسمع كامل المؤتمر الصحفي يتكلم عن إنهاء حماس وإنهاء سلطة حماس على الأراضي الفلسطينية. هذا معناه يعني إذا كان يعني شيء، يعني أنه يعطي إشارة لنتنياهو المتغول مجرم الحرب أن يذهب إلى الجنوب فيما تبقى من الجنوب وهي رفح. وأنا أتكلم يعني بعض العائلات في رفح من الأصدقاء القدامى، أتكلم معهم وتكلمت معهم اليوم، هم أكثر يعني بلينكين قال له مراسل في المؤتمر الصحفي أن هناك 1,100,000 فلسطيني في منطقة الجنوب بين خان يونس ورفح، فصححه يعني صحح له بلينكين وقال 1,400,000. فأنت عندك 1,400,000 في 10 كيلو، بعشرة كيلو لا تتعدى 10 كيلومتر المنطقة. فمعنى ذلك دخول الدبابات الإسرائيلية، القتل الجماعي، القتل بالجملة سيزيد وتزيد وتيرته، ويقتل من هجر من شمال غزة إلى الجنوب إلى هذه المنطقة إلى رفح يعني الكيان الصهيوني هو الذي هجرهم وقال هذه ستكون مناطق آمنة لكم. فمعنى ذلك أن نتنياهو أنا برأيي غير معني بإخراج الرهائن، نتنياهو معني بأن يشطب كل ما هو فلسطيني ويشطب الحق الفلسطيني عن الأرض الفلسطينية. يعني نحن نرى يوميا هناك قتل بالجملة في غزة وهناك قتل مفرق، ولكن يوميا هناك قتل في الضفة الغربية في جميع أنحاء الضفة الغربية. فلذلك هذه المعركة بدأت منذ سنة وشهر عندما وصلت حكومة اليمين المتطرف الفاشي التي يترأسها بنجامين نتنياهو، وصلت إلى الحكم وبدأت بالقمع في الضفة الغربية، وانتقل القمع الآن إلى غزة، والآن كذلك يهاجمون الأونروا ويهاجمون حتى الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نلاحظ أن بنفير وسموتريت واليمين الصهيوني المتطرف يهاجم الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يعرفون أن الولايات وبسرعة أنهي الولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة الأمريكية الآن لا تستطيع أن تفعل شيء في ظل الانتخابات الأمريكية. الجميع في أمريكا يريد إرضاء الصهاينة الأمريكيين والصهاينة المتطرفين في الكيان الصهيوني من أجل الوصول إلى سدة الحكم. فلذلك النظام الأمريكي، الرئيس الأمريكي هو بطة عرجاء وإدارته بطة عرجاء، لا حول ولا قوة لها في هذا الموضوع. هذا يطرح ربما تساؤلا أستاذ محمد عن أولوية الإدارة الأمريكية الآن إزاء هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والذي دخل شهره الخامس. الأولوية الآن هل هي كما تفضلت حضرتك لإنهاء وجود حماس، أو على الأقل سيطرة حماس على قطاع غزة، أو لوقف هذه الحرب؟ أولويتهم لو كان لهم أولوية في وقف هذه الحرب لما سلحوا الكيان الصهيوني. يعني في آخر شحنتين كانت بحدود 60,000 قذيفة وصاروخ للدبابات، وهذا الذي يستعمله الكيان الصهيوني الآن، صواريخ موجهة من الدبابات ومن المصفحات الموجودة على أرض غزة. هم الآن بعد أن تورطوا بشراكة مع مجرمين في غزة، المجرمين عن الكيان الصهيوني، الآن يريدون التراجع ولكنهم غير قادرين على التراجع،
وغير قادرين على الإملاء على الكيان الصهيوني، بل الكيان الصهيوني هو الذي يملي عليهم ويملي على بريطانيا وعلى ألمانيا.